الساعه 9 بقى الساعه 9 وموعد نشر موجز الاخبار هيكون مع الزملاء محمد بشير ومذيع لغه الاشاره الزميل محمد عبد الله. نتجه الان الى الزملاء وموجز الاخبار من استوديو الاخبار مع الزملاء. صباح الخير عليك يا محمود، صباح الخير عليك يا ساره، موفقين ان شاء الله في حلقتكم النهارده والفقرات اللي انتم بتقدموها، ونلتقي بعد ساعه كده محمود بعد تخلصوا على الساعه 10. اوكي، اتمنى لكم التوفيق. سيداتي والساده، التاسعه صباحا من التلفزيون المصري الفضائيه المصريه تحييكم. في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزيره الصحه والسكان دكتور هاله زايد بتسليم كميات كبيره من المساعدات الطبيه الضروريه الى لبنان، وتحمل الطائرات 31 طنا من الادويه والمستلزمات والاجهزه الطبيه على متن 3 طائرات عسكريه. كما تحمل الطائرات كميات من الحليب المخصص للاطفال، وعقدت وزيره الصحه لقاء بنظيرها اللبناني دكتور حمد حسن، والذي وجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على الدعم المتواصل منذ حادث انفجار مرفأ بيروت. وخلال مؤتمر صحفي ببيروت، أكد دكتور هالة زايد وزيرة الصحة أن زيارتها للبنان محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق. وأضافت وزيرة الصحة أنه سيستمر فتح الجسر الجوي بين البلدين، مؤكدة حرص مصر على دعم ومساعدة لبنان في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وأشارت إلى أنها تطلع أن يشهد لبنان انفراجة قريبة للأزمات التي يمر بها، وأن يستعيد الاستقرار. هذا وقد أكدت وزيرة الصحة دكتور هالة زايد أن المستشفى المصري في لبنان يمثل صرحا طبيا متكاملا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية بالكامل للشعب اللبناني وجميع المقيمين على أرض لبنان. وعقب تفقدها للمركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت، أكدت وزيرة الصحة أن القوات المسلحة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتشغيل وعمل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية من خلال نخبة من أفضل الأطباء وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 521 إصابة جديدة بالفيروس و54 وفاة أمس. وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 477 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128,440 حالة. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طابا والسفينة الحربية اليونانية اتش اس هايدرا اف 452، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، فضلا عن الاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. وفي لبنان، أضرم محتجون النار في مقر بلدية طرابلس شمالي البلاد. من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة اللبنانية سقوط قنبلة حرب يدوية على مقر السراي الحكومي في طرابلس، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة. هذا وقد دعا الرئيس اللبناني ميشيل عوني إلى انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني في البلاد، وذلك على خلفية تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن اللبنانية في طرابلس اليوم الرابع على التوالي. في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، طلبت الولايات المتحدة من تركيا وروسيا الشروع فورا في سحب قواتهما من ليبيا بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، في موقف حازم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال صامدا. وأشارت ويليامز خلال جلسة مجلس الأمن إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، مؤكدة أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلام إلى البلاد. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أبو ياسر العيساوي، وذلك في عملية استخباراتية نوعية. تأتي
هذه العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران ببغداد الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة العشرات. كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن رشحت روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما ليكون مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني. يأتي هذا بينما أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قال بايف عن أنه تم تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية. أضاف أن خطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تجري أسرع من المتوقع. خلال مؤتمر صحفي في منشأة فوردو النووية أشار قاليباف إلى أن مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها على حد قوله، ولذلك فإن بلاده لم تلتزم أيضا بتعهداتها وفقا للاتفاق النووي. كما نوه إلى أنه في حال تم إلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والمبادلات البنكية والتجارية سوف تعود طهران إلى تنفيذ تعهداتها المرتبطة بالاتفاق النووي. تنطلق اليوم في أنغولا القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى لبحث الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى. هذا وتتولى جمهورية أنغولا حاليا رئاسة المنظمة شبه الإقليمية التي تضم 12 دولة. يذكر أن أفريقيا الوسطى تشهد أعمال عنف منذ أن استولى تحالف من المتمردين الشماليين المعروف باسم سيليكا على السلطة في مارس 2013، وأدى حكمهم إلى ظهور عصابات تسمى ميليشيا الدفاع الذاتي والتي يواجه العديد من قادتها السابقين تهما في المحكمة الجنائية الدولية. ختام الموجز، ملتقانا يتجدد على رأس العاشرة في أمان الله.